الله يعطيك العافية والسلامة للجميع. صعود الكروز بيكون بوقت محدد بعطوك إياه أو أنت بتحدده يوم ما تعمل التشيكن. تعمل تشيكن في بعض الشركات 30 يوم، في بعض الشركات 15 يوم. لما تعمل تشيكن بحدد لك وقت، بهذا الوقت لازم تيجي، يعني قبلها بعشر دقائق. خلال هذا الوقت عادة بعطوك ساعة، من مثلا 12 ونص لواحد ونص، من واحد ونص لتنتين ونص، عشان يسووا الشغل سموث، ما يجوا كل الناس مع بعض. فالموضوع بيكون كتير سريع جدا إذا جيت بوقتك. إذا ما جيت بوقتك هم مشكلة، ممكن أقول لك أقعد استنى، ممكن يدخلوك زي ما عندهم حدا. الديسيم باركينج اللي هو ترك السفينة آخر يوم برضو بحددوا لك وقت، بس عادة تترك الغرفة الساعة 7 الصبح عشان ينظفوا الغرفة للفوج اللي جاي. فممكن يحددوا لك على 9 تنزل السفينة وانت على 7 لازم تترك الغرفة. فهذه الفترة بحددوا لك مكان تقعد فيه وتستريح. عادة بتكون الكافيهات الموجودة، ولكن إذا انت حابب تنزل أبكى ممكن تنزل، بس تقدرش تعطي الشنط تبعونك عشان يخطوهم على التشيكن. يعني لازم تسحب شنطك معك طول الوقت. إذا سحبت الشنط تقدر تطلع دايركت أول ما توصل السفينة، يعني بتطلع مع هالناس، بتوقف مع الدور وبتطلع. لكن إذا أنت بدك تريح حالك تعطيهم الشنط، تعطيهم إياهم قبل بليلة، تقطع باب الغرفة بخطوها نزلوا لك إياها برا. بوقت اللي أنت ديسباركينج تكون الشنط هاي طالعة برا السفينة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، معلش في ضواوي كتير، ولكن مهم جدا تعرفوا هاي المعلومات. سلام.